السلام عليكم متابعي قناة كلكت ميديا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد. في فيديو اليوم راح نتكلم عن مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 11. خلونا نبلش. زي ما شفنا شاهين بياخذ رجاله حتى يبحث عن علي ورجال أبو بشرى، ولكن اللي بصير عكس ما توقع شاهين، لأنه رجال أبو بشرى بكونوا مجهزين لشاهين كمين وبقضوا على شاهين وعلى رجاله. وأبو بشرى بقول لشاهين هذه المرة رح أتركك عايش، ولكن اتأكد أنه المرة الجاي لو فكرت تعيد هذه الحركة ما رح ترجع لأهلك عايش. والسلاح والبضاعة اللي بكون زيدان بعتهم لشاهين بياخدهم أبو بشرى. ورانيا بتتصل بنمر وبتطمن عليه بعد ما عرفت انه جبل عزمه ياخده على جبال الهيبة، وبتسأله عن شو حكوا وشو اتفقوا، ونمر بقول لها انه جبل عنيد وصعب يبيع اي قطعة ارض. ورانيا بتضلها مستمرة في زرع الفتنة بين جبل وصخر، وبتحكي لصخر انه جبل بتحكم فيك كتير وما بخليك تاخد اي قرار، وانت كمان ابن سلطان زيك زيه ولازم تكون مثلك مثله في البيت. والمختار بيوصل عنوان ندم مراد، وبيخبر أبو علي إنه عنوان ندم مراد صار جاهز وهيو معي، وأبو علي بيقول له شو ناطر روح وشوفها. وجبل بيسأل منى شو صار معها لما راحت على دار أم شاهين، وهي بتقول له إنه أم شاهين قالت لها مش راح تاخذي ابنك غازي إلا لما تسلمينا علي. وجبل بيسأل منى معقول بدك تخون العيلة، ومنى بتقول له مستحيل أخون العيلة. وأبو بشرى بتصل في جبل وبقول له إنه البضاعة والسلاح صاروا عنا، وجبل بقول له تمام أنا رح أمر عليك وأقول لك شو رح تسوي. وجبل بعد ما بشوف أمه إنه صحتها تعبت فبروح وبحكي معها وبقول لها إنه الأمور كلها تحت السيطرة وكل إشي بعمله مخطط له جاهز تماما. وأما بالنسبة لصخر فما تحكي لي للهم، واحكي له إنه يطلع برا الموضوع وما يتدخل بالشغل، بلاش أقعده بالبيت زيه زي النسوان ما بطلع وما بنزل. هذا كان فيديو اليوم، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو اضغط لايك للفيديو ودعمنا باشتراك في القناة. أشوفك في الفيديو الجاي، سلام عليكم.